لبنان بات على شفير الانهيار. بهذا التحذير لخص مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الوضعين الميداني والإنساني خلال زيارته العاصمة اللبنانية بيروت بعد شهرين من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. المسؤول الأوروبي وخلال مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أكد أن سبيلاً واحداً للمضي قدماً يتمثل في وقف فوري لإطلاق النار وتطبيق كامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، كما طالب بزيادة الضغط سواء على الحكومة الإسرائيلية أو حزب الله للقبول بالمقترح الأمريكي الحالي للتسوية. دعوة تأتي وسط حالة من التخبط تعيشها حكومة بنيامين نتنياهو على وقع حملة تحريضية يشنها اليمين المتطرف الموالي لرئيس الوزراء ضد رئيس أركان الجيش هيرتسي هاليبي، وعزز ذلك رفض وزير الدفاع إسرائيل كاتس تعيينات رئيس الأركان الجديدة، فيما يتهم نتنياهو أجهزة الأمن بالامتناع في أكثر من مناسبة عن تزويده بوثائق مهمة ومعلومات سرية حساسة بدعوى دوافع سياسية. وما بين الضغوط الداخلية والمساعي الخارجية تبقى قرة الحل في ملعب إسرائيل على الأقل فيما يتعلق بجبهة لبنان، فهل يتجاوب نتنياهو وحكومته هذه المرة أم تلقي تلك الضغوط والمساعي مصير سابقاتها؟